السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا كنت نزلت لكم المحاضرة دي على الموقع برزنتيشن، بس فهنزلها لكم تاني إن شاء الله علشان فيها صوت، هنحاول أشرح لكم الكلام اللي أنتم ما قدرتوش تفهموه لما بصيتوا على الكتاب. إحنا هنبدأ شابتر جديد وشابتر مهم ومرحلة جديدة مختلفة تماما عن اللي خدناه في الفترة اللي هي في الـ4 أسابيع اللي فاتوا. احنا كنا اتكلمنا عن حاجه اسمها نون ديفرنشال دايجنوز، اتكلمنا عن الادفانسد ايمجنج موداليتيز. المرحله اللي جايه هنتكلم عن الديفرنشال دايجنوز. قبل ما نبدا في الديفرنشال دايجنوز لازم ناخد شابتر مهم اسمه برينسيبلز اوف راديوجرافيك انتربريتيشن، علشان نبتدي ازاي نقرا الراديوجراف، ازاي ما يكون عندي حاجه ابنورمال في الراديوجراف ابتدي اعمل لها ديسكريبشن. طيب كلمه بيرسبشن وكلمه كوجنيشن عايزين نعرف الفرق بينهم. Perception معناها ability to recognize abnormal pattern in the image، يعني لما نشوف راديوجراف زي كده ونلاقي فيه حاجة abnormal بنبتدي نعملها detection، بعد ما بنعملها detection نبتدي نعمل لها description interpretation of these abnormal pattern. ليه؟ عشان نحاول نوصل للdiagnosis، اللي هو ايه الdiagnosis؟ identification of disease or lesion. اي عيان عشان اعمله diagnosis محتاج يكون عندي العيان ده اخد منه history، اعمله كلينيكال اكزامينيشن، واعمله اذر انفستيجيشن اللي هي منها الاكس راي. الثلاث حاجات دول بيدوني انفورميشن ابتدي اعمل لها اناليسز عشان احاول اوصل لمين؟ للدايجنوز. طيب ديفرنشال دايجنوز اوف بوني ليجنز بيعتمد على حاجه اسمها باترن ماتشنج ميثود. باترن ماتشنج ميثود المقصود بيها الريلاتيف دينسيتي او ريديو دينسيتي اوف ابنورمال باترن ان ريليشن تو ذا سراوندنج ستراكشرز. يعني انا لو بصيت للسكويرز اللي عندي دي، عندي سكوير ده ذا داركست وان ان ريليشن تو ذا باك جراوند ستراكشر، وده ذا لايتست وان ان ريليشن تو ذا باك جراوند ستراكشر، وده اللي بيحصل عندي لما ببتدي اشوف ليجن. اي ليجن عندي ممكن يبقى ريدي لوسن او ريدي اوبيك او ميكسد، بشوفه ازاي باللون ده او بالشيب دي تبقى باينه ان ريليشن تو ذا سراوندنج باك جراوند ستراكشر. ده المقصود بكلمة pattern matching method relative residency of abnormal pattern in relation to the surrounding structures. طيب عندي نوعين من الدياجنوز، ايه هما؟ حاجة اسمها differential diagnosis وحاجة اسمها non-differential diagnosis. non-differential ده اللي كلمنا عنه قلنا في السكاشن اللي فاتت ودرسناه، وده اسمه non-analytical diagnosis، مش محتاج ان انا اعمل analysis لأي abnormal finding انا بشوفه، جاست ان يكون عندي العيان واخد منه history واعمله clinical examination مع راديوجراف بسيط جدا زي البري ابيكال راديوجراف مثلا، ممكن نوصل للعيان ده نقول عنده كيرز مثلا او عنده فراكشر. فنون ديفرنشال دايجنوز ابسط اكزامبلز للكيرز والتروما هو الفراكشر. طيب ايه بقى الديفرنشال؟ ايه قصه الديفرنشال دايجنوز؟ ده اسمه اناليتيكال دايجنوز او سيستماتيك دايجنوز. ده بنحتاج نعمل ستيب باي ستيب اناليسيس فور ابنورمال فايندينج. اي حاجه ابنورمال بنلاقيها في الراديوجراف بنبتدي نعمل لها ستيب باي ستيب اناليسيس. بنبتدي نحط ليست اوف ليجن. الليست اوف ليجنز دي كرايتيريا بتاعتها او الفيتشرز بتاعتها معظمها ماتش مع الابنورمال فايندنج اللي احنا لقيناه، فعشان كده بنحط حاجه اسمها تنتيتيف دايجنوزس، تشخيص مبدئي. ليه؟ ان ده احتمالات، العين ده احتمال يكون عنده كذا او كذا او كذا. عشان اوصل للفاينل دايجنوز محتاج ان اعمل اذر انفستيجيشنز، بايوبسي، لاب انفستيجيشنز، دي اللي هتوصلني للفاينل دايجنوز. يبقى تاني بنقول ان الديفرنشال دايجنوز او الاناليتيكال دايجنوز ده الستيب باي ستيب اناليسيس محتاج ان انا اعمل اذر انفستيجيشن، ان انا لما بشوف حاجه ابنورمال ممكن يكون عندي اكتر من ليجن ماتش الابنورماليتي اللي انا شايفها دي، فنبتدي نحطهم ان اوردر رانك كده معين 1 2 3. اللي هيوصلني للفاينل او الديفينيت دايجنوزس هو مين؟ البيوبسي او الاذر لاب انفستيجيشنز. الراديولوجيك ديفرنشال دايجنوز اوف بوني ليجنز بيزد اون وود اند جوز كلاسيفيكيشن ذا موست اكسبتد بوبولار ميثود فور كلاسيفيكيشن اوف انترا اوسيس بوني ليجن. دول اثنين علماء قسموا البوني ليجنز اكوردنج للراديو دينستي الى ليجنز راديو اوبيك وليجنز ريديلوسن وليجن ميكسد. يبقى دول قسموا البوني ليجنز اكوردنج للانترنال ستراكشر او للريديو دينسي. امتى اقول على ليجن ريديلوسن؟ لو ليجن ده
coming او associated with bone resorption. فهيبان في الاكس راي لونه reducing. طيب لو ليجن لا associated with bone deposition فهيبان في الاكس راي لونه radiopaque. لكن في بعض الليجن بيبقى فيها mineralized and unmineralized structure فدي بتبان لي mixed. وفي ليجن بتمر بالstage of methylation يعني بتبدأ reducing, في الانترميديت ستيج بتبقى ميكسد, وفي الليت ستيج بتبقى ريدي اوبيك. عندي 90% من الليجنز تقريبا ريدي لوسنت, 2% ريدي اوبيك, و8% بيكونوا ميكسد ليجنز. ايه الفرق ما بين كلمه انتربريتيشن وكلمه دايجنوزس؟ انتربريتيشن معناها اكسبلانيشن اوف وات از ريفيل اور فيود اون ذا دنتال راديوجراف. امال دايجنوزس معناها ايه؟ كلمه دايجنوز معناها identification of disease by examination or analysis. طيب ايه هي الـ objectives of radiographic interpretation؟ objectives of radiographic interpretation ثلاث حاجات مهمين جدا, والثلاث حاجات بيبداوا بحرف D, عشان كده بنقول عليهم 3D. 3D عشان هما بيبداوا بحرف D مش عشان هما 3 dimension. اول حاجه فيهم ايه؟ detection of what presence or absence of lesion. انا بصيت في الراديوجراف في lesion ولا مفيش lesion, يبقى ابتدي اول حاجه اعمل انتربريتيشن راديوجراف, هشوف الراديوجراف ده هو فيه نورمال ابنورماليتي ولا ما فيهوش. طيب لقينا فيه ابنورماليتي, عملنا ديتكشن لابنورماليتي, نبتدي الخطوه الثانيه نعمل لها ايه؟ ديسكريبشن, نوصف الابنورماليتي دي بسيستماتيك ديسكريبشن هنعرفه بعد شويه. وصفنا الابنورماليتي دي زي ما قلنا بنحط حاجه اسمها بقى ديفرنشال دايجنوزس, ديفرنشيشن اوف ديفرنت راديوجرافيك باترن, نحط ليست اوف ليجنز. طب عشان اعمل proper interpretation محتاج ايه؟ ايه الـ essential requirement اللي انا محتاجها for interpretation؟ اول حاجة يكون عندي optimum viewing conditions. يعني ايه optimum viewing conditions يا دكاترة؟ يعني يبقى عندي source of light لو بنسميه viewer او viewing box, بنحط الراديوجراف بتاعتي عليه, نعمل لها mounting عليه, ونبتدي نبص على الـ viewer ده او viewing box ده. اي source of light موجود في الروم بتاعتي المفروض اعمل له turn off, اضلم الاوضه كلها, ويبقى الاونلي سورس اوف لايت بالنسبه لي هو الفيور بوكس ده. والافلام الانترا اورا مفيش مانع ان انا اعمل لها ماونتنج على ماونتنج فريم, وبرده احطها على فيوينج بوكس. ممكن استخدم ماجنيفاينج جلاس عشان ابتدي اعمل ماجنيفيكيشن لارياز معينه عايز اشوف فيها فاين ديتيلز. طيب تاني حاجه برده قبل ما ابدا في تاني حاجه, محتاج ان الراديوجراف اللي انا اعمل له انتربريتيشن ده يبقى كواليتي راديوجراف ما فيهوش ايرورز. تمام, ابقى عندي نوليدج عن النيتشر اند ليميتيشنز اوف ديفرنت راديوجرافيك شيدز اذر ذان النورمال شيد. الريستوريشن بتبان ازاي, الكيرز بيبان ازاي, اشوف الكراون بتاع السنه فيه ايه, بي دي ال سبيس, اللامينا ديورا, دي ديفرنت راديوجرافيك شيدز. نوليدج اوف وات ذا راديوجراف شود لوك لايك, ابقى عارف كل راديوجراف شكله بيبان ازاي, الانترا اورر بتبان ازاي, البايت وينج, الكلوزال, البري ابيكال, الافلام الاكسترا اورال, كل فيو بيبين لي ايه الاستراكشرز اللي بتبان لي في كل راديوجراف, عشان لما ابتدي اشوف حاجه معينه انا عايز اتاكد منها في الراديوجراف اوصف للعند الراديوجراف ده صح, روح صور لي الراديوجراف ده, ده اللي هيبين لي الاريا اللي انا محتاجها دي. نوليدج اوف ابييرنس اوف نورمال اناتوميكال لاند ماركس, دي مهمه ليه؟ تو افويد مس انتربريتيشن بين النورمال اند ابنورمال. وده احنا درسنا النورمال لاند مارك في السمستر الاولاني, وعرفنا ان مثلا في الابر بوستير اريا في حاجه اسمها ماكسيلاري ساينس, فلما نشوف ريديلوسن في الابر بوستير اريا ما اقولش على ده ليجن, ابقى عارف ان ده الماكسيلاري ساينس. واخر حاجه نوليدج اوف راديوجرافيك ابييرنس اوف باثولوجيكال كونديشن افكتنج ماكسيلو فيشال ريجن, ابقى عارف السيست بتبان ازاي في الاكس راي, البنين تيومرز بتبان ازاي, الحاجات الانفكشنز بتبان ازاي, المالجنا شكلها عامل ازاي. طيب هاو تو انتربريت راديوجرافيك ايمج, خلاص لقينا في ليجن هنبتدي نعمل له انتربريتيشن. كلمه لوجيك دي نحفظها زي اسمنا, دي ابريفيشن فور وات يا دكاتره؟ ال L فور لوكاليزيشن, O اوبزرفيشن, G جنرال كونسيدريشن, ال I انتربريتيشن, اند ال C كورليشن. طيب يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ لوكاليزيشن اوف وات؟ لوكاليزيشن اوف تو ثينج, اول حاجه الراديوجراف, هحدد الراديوجراف ده نوعه ايه, هو انترا اورال ولا اكسترا اورال, ولو هو انترا اورال ده بيريبيكال ولا بايت وينج ولا اوكلوزال, طب لو هو اكسترا اورال ده بانوراما ولا اذر اكسترا اورال سكال فيو. طيب حددنا الراديوجراف, لوكالايز اني ابنورماليتي ان ذا راديوجراف, نبتدي نحدد الابنورماليتي اللي موجوده في الراديوجراف دي, موجوده في المجزله, في الماندبل, وريفر. طيب نمبر 2 او اوبزرفيشن, اوبزرفيشن اوف اول شادوز اذر ذان النورمال اناتوميك شادوز, زي ما قلنا شادوز اوف كيرز, شادوز اوف ريستريشن, شادوز اوف ليجنز,
نبتدي نعمل اوبزرفيشن لكل الشادوز اللي موجوده عندي في الراديوجراف الاذر ثاني نورمال اناتوميك شادوز. جنرال كونسيدريشن جنرال كونسيدريشن اوف راديوجرافيك فاكتس اند ليميتيشن ليميتيشن اوف كونفنشنال راديوجراف. تيك ان مايند ان الراديوجراف بتاعي 2 دايمنشن لكن انا بصور اوبجكت 3 دايمنشن، معنى كده ان انا عندي في حاجات ما بقدرش اشوفها في الاكس راي. فيلم البريبيكال ماشن بيوريني مثلا اللينس والويس اوف ذا توث، ما بيورينيش الباكولينجوال دايمنشن. فانا لو عندي بالب اكسبوجر ما ينفعش اقولها من الاكس راي، كلمه بالب اكسبوجر دي كلينيكال تيرم ما ينفعش احددها من الاكس راي. الاي انتربريتيشن ستيب باي ستيب ديسكريبشن اوف اني ابنورمال شادوز اند فاينالي كوريليشن with other information to reach to the final diagnosis. Interpretation, formulation on a systematic description and analysis of any finding revealed in the radiograph. عشان اوصف اي abnormality مظبوط لازم اتكلم عن اربع حاجات: اللوكيشن، البريفري اند شيب، الانترنال ستراكشر، اند فاينال افكت اون ذا سراوندينج ستراكشر. بعد ما اتكلمنا عن الاربع حاجات دول نبتدي نحط differential diagnosis. يبقى اول حاجه لوكالايز الابنورماليتي، ثاني حاجه اسس البريفري اند شيب، ثالث حاجه انالايز الانترنال ستراكشر او راديو دنسيتي، رابع حاجه انالايز الايفكت اون ذا سراوندينج ستراكشر، اند فاينالي فورمولييت ا ديفرنشال دايجنوستس. لوكيشن او لوكالايز الابنورماليتي، لما ابتدي اتكلم عن اللوكيشن هقول ايه او هيده هيفيدني في ايه ان انا هوصل للدايجنوستس او هينفعني في ايه في الدايجنوستس. الاناتوميك بوزيشن، الليجن ده مكانه فين، ده بيديني ايديا مهمه جدا عن الاوريجين بتاع الليجن، هو اوف اودونتوجينيك اوريجين ولا نون اودونتوجينيك ان اوريجين. فالاناتوميك بوزيشن مهم، وكمان مهم جدا ان في بعض الليجنز بريفير سيرتن سايتس ليها ابيسنتر معين تحب تيجي في مكان معين. طيب واحنا بنوصف السايت او اللوكيشن في حاجه مهمه كمان لازم نحدد الليجن ده لوكالايز ولا جنرالايز، يعني هو موجود في مكان واحد ولا موجود في اكتر من مكان، موجود في الجوبون مثلا في السكالبون. طب لو هو موجود في الجوبون بس هو يونيلاترال ولا باي لاترال، يعني موجود في سايد واحد ولا موجود في الناحيتين، سنجل ولا مالتي فوكال، يعني حاجه موجوده لوكيتد في اريا واحده ولا مالتي فوكال يعني ديستريبيوتد في اكتر من مكان. واخيرا بنتكلم عن السايز، يبقى في اللوكيشن بنتكلم عن السايت والسايز. السايز ممكن نوصفه بالليجن اكستنشن، هو اكستند من الاريا دي للاريا دي او نقيسه المليمتر. طيب زي ما قلت الاناتوميك بوزيشن احنا هنتكلم عن نقطه نقطه من النقط دي بالتفصيل. الاناتوميك بوزيشن هيفيدني ان انا اعرف الاوريجن، لو هو كورونال تو ذا توث يعني حاجه جاياني بري كورونال حوالين الكراون بتاع السنه، يبقى دي معناها ان هي اودونتوجينيك ان اوريجن او طالعه من الاودونتوجينيك ابيثيليوم. طيب الريليشن اوف ذا ليجن ان ريليشن تو ذا مانديبولار كانال، لو اباف ذا انفيرور الفيرور كانال يبقى ده اودونتوجينيك ان اوريجن، لو within the course of the canal يبقى ده neural or vascular in origin، لو الليجن ده below the mandibular canal يبقى ده of non odontogenic origin. طيب لو حاجة جايلي في الكوندايلر region يبقى cartilaginous or osteochondromous in origin. زي ما شايفين relation to the mandibular canal، هنا الليجن جايلي تحت الروت بتاع السنة وفوق المانديبولار canal، يبقى ده على طول اقول عليه اودونتوجينيك ان اوريجين طالع من السنين. طيب لو هو جايني تحت المانديبولار كانيل ملوش علاقه بالسنان خالص يبقى بنقول عليه نون اودونتوجينيك ان اوريجين، لو حاجه جاياني وذن ذا كورس اوف ذا كانيل يبقى دي فاسكولار اور نيورال ان اوريجين. وبرده قلنا ان في بعض الليجن بريفير سيلتن سايت يعني ليها ابيسنتر معين، زي مثلا سنترال جانكسيل جرانيلوما بتيجي في المانديبول اكتر من المجزله، ولو جت في المانديبول بتبقى كروس الميد لاين. يعني ايه كروس الميد لاين؟ يعني بتبدا مثلا من الفيرست مولر اوف وان سايد للفيرست مولر اوف ذا اذر سايد وبتيجي لي مالتي لوكلر. ممكن تيجي في المجزله، ممكن تيجي في المجزله بس بنسبه اقل من المانديبول، بتبقى انتيرو للقناين. طيب الاوستيومالايس مثلا بيجي في المانديبول اكتر من المجزله، هنا موجود عندي في المانديبول اهو وبيجي في البوستير اريا اكتر من الانتيرو اريا. عندي حاجه زي البري ابيكال سيمنتال ديسبليجيا بي سي دي او البي او دي بتيجي في البريابيكال اريا اوف انتيريور تيس، بريابيكال سيمنتال سبليجيا او في كتب عليها بريابيكال سيمنتو اوسيا سبليجيا او اختصارها بي سي او دي او بي او دي، بتيجي في اللور انتيريور تيس وبتبقى ريليتد لفايتال تيس. في عندي ليجن زي الادينوماتوجينيك تيومر اللي هو اختصاره اي او تي
الكلام ده كله هتسمعوه اكيد في الباثولوجي بعد كده. ده بيجي في الانتيريور ريجون اوف ذا ماكسيلا. طيب ريجاردنج اللوكيشن، الليجن ده لوكالايز ولا جنرالايز؟ قلنا لو لوكالايز ممكن يبقى يونيلاترال او باي لاترال، لو جنرالايزد ابتدي افكر في حاجه ميتابوليك او سيستميك ان اوريجين. ليجن يونيلاترال، لو بصيت للبانوراما دي وقارنت البوست سايز ببعض هنلاقي ان الرايت سايد نورمال ما فيهوش اي مشاكل، لكن الليفت سايد فيه حاجه ريديلوسنت جاياني ريليتد للكراون اوف اي امباكتد ايت، فده حاجه يونيلاترال. طيب باي لاترال يعني افكت البوست سايز، ليجن جاييني في الناحيتين باي لاترال، ده ايه فايدتنا نعرف ليجن يونيلاترال او باي لاترال؟ يونيلاترال مثلا زي اللي احنا شايفينها فوق في البانوراما اللي فوق دي زي الانتجرال سيست. طيب باي لاترال لما اشوف حاجه باي لاترال زي كده وجاياني في يونج ايج، عرفت منين ده يونج ايج؟ عشان شايف السنان ميكسد في ديسيدوس وفي بيرمننت ومالتي لوكولار باي لاترال ريديلوسن، ده بيبقى فيري كومن في حالات الشريبيزم، نوع من الفاميليا فايبر سبليجيا اسمه شريبيزم، ده بيجي في يونج ايج. جنراليزد يعني مش جاي في الماندبل ولا في المجزلة بس ولا في الجوبون بس، لا ده ممكن يجي في السكال بون كمان، ممكن اشوفه في لونج بون. مالتي فوكال برضو نفس الفكره، بشوف ليجن مالتيبل سيبريت ريديلوسنت وجايه في الجوبون وفي السكال بون، وممكن اشوفها في اللونج بون زي حالات المالتيبل مايلوما. السايز لما بنبتدي نوصف سايز بتاع الليجن، ممكن الليجن يبقى سمول ان سايز زي البريكال جرانيولوما، في بعض الليجن تبقى ستاتيك ان سايز. يعني ايه ستاتيك ان سايز؟ يعني ما بتكبرش، تفضل الحجم بتاعها زي ما هو، زي مثلا الستاتيك بون سيست او ليتن بون سيست اللي بتيجي تحت المانديبولار كانال. في ليجن بتبقى لارج ان سايز وبتوصل لهيوج سايز زي البناين تيومرز زي الاميلوبلاستوما. السايز ممكن نوصفه بطريقتين، لاما نوصف الليجن ان مليمتر او نقيس الليجن ان مليمتر، او نوصفه ان اكستنشن يعني هو اكستند من فين لفين. يعني ليجن زي اللي عندي في البانوراما دي ممكن لو وصفت السايز بتاعه واقول ان ده اكستند مثلا من الديستال روت اوف لور فيرست مولر ابورد انكلودنج موست اوف ذا ريمس اوف ذا ماندبل، تمام. طيب تاني نقطه هنتكلم عنها البريفري اند شيب. يبقى احنا خلصنا اول حاجه اللي هي اللوكيشن. البريفري اند شيب يعني ايه البريفري اند شيب؟ البريفري البوردر بتاع الليجن، لو انا قدرت احدد الاوتلاين بتاع الليجن واجيب بنسل وامشي على البوردر بتاع الليجن اول اراوند بقول عليه ويل ديفايند. يبقى ويل ديفايند ليجنز ان انا بحدد الاوتلاين بتاع الليجن اول اراوند، اقدر اعمله تريسنج اول اراوند ويل ديفايند ليجنز. وعاده ويل ديفايند ليجنز دي بنشوفها في حالات السيست مثلا، حالات البناين تيومرز. طيب ايه الديفاين؟ لو انا ما قدرتش احدد الاوتلاين بتاع الليجن وهعرف اوله فين واخره فين بقول عليه الديفايند ليجنز. طيب الويل ديفايند، اشكال الويل ديفايند ليجن ممكن تبقى بانشد اوت بوردر، بانشد اوت عارفين الخرامه بتاعت الورق البيبر بانشر دي، لو جبتها مثلا وخرمت بيها الورق تديني نفس الشكل كده في الراديوجراف، تلاقي الراديوجراف عامل زي الورق المتخرم، بنقول عليه بانشد اوت بوردر. لما بيبقى عندي فيري نارو زون اوف ترانزيشن بين النورمال والابنورمال بون، الريديلوسن بتاعتي ليها شارب باوندري بس مش كورتيكيتد ولا سكلوريتد، مفيش حواليها ريديوبيك بوردر، شارب باوندري ويز فيري نارو زون اوف ترانزيشن بين النورمال والابنورمال بون. بانشد اوت بوردر ده بنشوفه في حالات مالتيبل مايلوما. طيب ايه تاني ممكن نشوفه؟ ويل ديفايند، ويل ديفايند اند كورتيكيتد. يعني ايه ويل ديفايند ريديلوس اند كورتيكيت؟ يعني الليجن بتاعي ريديلوسنت وحواليه ريدي اوبيك لاين. ريدي اوبيك لاين ده لما يكون ثين يونيفورم ريدي اوبيك لاين اول اراوند ذا ليجن بنقول عليه كورتيكيتد بوردر. طيب لما يكون سيك ونوت يونيفورم وفي وايد زون اوف ترانزيشن بين النورمال والابنورمال بون بنقول عليه سكاليروتيك بوردر. طيب احنا ما قلنا كل الليجن، مش كل الليجن ريديلوسنت، في ليجن ريدي اوبيك. ريدي اوبيك ليجن ممكن تبقى سراوندد بفايبرس كبسول، فايبرس كبسول دي بتبقى ريبريزنتد راديوجرافيكالي ب نارو ريديلوسنت ريم حوالين الليجن، بنقول عليها سوفت تيشو كبسول. ده ريجاردنج مين؟ ريجاردنج الويل ديفايند بوردر. طيب الال ديفايند، الال ديفايند في تو تيرمز بيوصفوا لي الال ديفايند بوردر، بليندنج اند انفيزيف. عاده كلمه بليندنج دي بنقولها للليجن اللي هي راديو اوبيك، كلمه انفيزيف او انفلتريتيف بنقولها للليجن الديفايند ريديلوسنت. بليندنج لما يبقى عندي وايد زون اوف ترانزيشن بين النورمال اند ابنورمال بون، حالات سكليروزنج اوستيايتس. انفيزيف في بون ديستراكشن ايريجولار، ايريجولار بون ديستراكشن
مش قادر احدد لها اوت لاين معين، مش قادر امشي على البوردر بتاعها اول راوند، ودي بنشوفها في حالات الانفلاماتوري والماليجننت ليجنز. طيب الشيب، الليجن بتاعي ممكن يبقى ليه يونيفورم شيب، ممكن يبقى سكالوبد. يعني ايه كلمه سكالوب؟ لو بصيت للتور ديوجراف دول هلاقي ان البوردرز بتاعت الليجن داخله ما بين الروتس بتاعت السنين. لما الاقي الليجن بوردر كده داخل ما بين الروت بتاعت التيز بقول عليه سكالوبد بوردر او اركد اب ما بين بتوين روتس اوف ذا تيز. وعاده السكالوبد بوردر ده بيبقى فيري كومن في ثلاثه ليجنز معروفين جدا، ايه هما؟ تروماتيك بون سيست والاودونتوجينيك كراتوسيست والاودونتوجينيك ميكزوما. دول ثلاثه ليجنز بيبقى كومن فيهم السكالوبد بوردر. شكل الليجن برضو ممكن يبقى الليجن راوند او described as fluid filled shape which is characteristic of cystic lesion زي ما انا شايف كده، well defined unilocular reducent round in shape، ممكن يبقى oval in shape في حالات السيست برضو، ممكن يبقى irregular. شكل الليجن ملوش شكل معين، ولا هو oval ولا هو round، irregular in shape. bone destruction شكله irregular، وده عادة بنشوفه في حالات المالجنن والانفكشن. طيب احنا كده اتكلمنا عن حاجتين في الديسكريبشن، ايه هما؟ اول حاجه اللوكيشن، وتاني حاجه ايه يا دكاتره؟ بالظبط كده البريفري اند شيب. طيب تالت حاجه هنتكلم عنها الانترنال ستراكشر او الريديو دينسيتي. ليجنز بتتقسم اكوردنج للانترنال ستراكشر، 90% من الليجن بتبقى ريديروسن، 2% بتبقى ريديو اوبيك، و8% بتبقى ميكسد ليجنز. ريديروسنت ليجنز لو ليجن ده اسوشيتد وذ بون ديستراكشن او بون ريزوربشن وريبليسمنت وذ انمرالايزد تيشو هيبان لي ريديروسنت. ريديروسنت ليجن ممكن تبقى يوني لوكولر، يعني متقسمه معموله من كومبارتمنت واحده زي حالات مثلا راديكولار سيست، ممكن تبقى مالتي لوكولر. يوني لوكولر لو عندي الليجن بتاعي سلولي جروينج ليجن وذ ايفن جروس. طيب لو هو بقى سلولي جروينج ليجن وفي uneven growth لليجن بارتكل او اجزاء الليجن ده، ممكن يبتدي يكبر يكبر ويعمل لي شكل حاجه اسمها مالتي لوكولر ليجن، يتقسم ببوني سيبتا. على حسب شكل البوني سيبتا دي بنقسم المالتي لوكولر ليجن الى ثلاث انواع. لو عندي السيبتا بتاعتي كيرفد وحجم اللوكيولز مش قد بعضه بنقول عليها سوب بابل، ودي بنشوفها في حالات الاميروبلاستوما. طيب لو السبتة بتاعتي برضو يونيفورم وريجولر وكيرف السبتة بس اللوكيولز حجمها صغير شكل خلية العسل كده بنقول عليها هاني قام. طيب لو واخدة شكل مضرب التنس، يعني ايه مضرب التنس؟ يعني لا السبتة بتاعتي ستريت ومش كيرفت، ستريت ولاينز كده واخده شكل تنس راكت ابييرنس بنقول عليها تنس راكت ابييرنس، ودي بنشوفها في حالات المكزومه. يبقى المالتي لوكولر ليجن ممكن نقسمها على شكل الفيول الى سوب بابل او هاني كامب او تنس راكت. طيب لو ليجن بتاعي اسوشيتد ويز مينراليزيشن او في حصل فيه ديبوزيشن للمينراليز تيشوز يبقى هيبان لي ريدي اوبيك زي الريديوجرافس اللي قدامي دي. وقلت في بعض الليجن ممكن يبقى فيها mineralized and demineralized tissues، وفي بعض الليجنز بتمر بالستيج اوف ماتوريشن، يعني بتبدا ريديروسن وفي الانترميديت ستيج بتبقى ميكسد وفي الليت ستيج بتبقى ريديو اوبيك. طيب نوصل للافكت اوف ليجنز اون ذا سراوندينج ستراكشرز. ايه السراوندينج ستراكشرز اللي ممكن تكون عندي؟ ممكن تكون السنان او البون او ريليتد فايتال ستراكشرز زي المجزره الساينس زي المانديبولار كانيال. الافكت على التيث، الليجن ممكن يعمل لي ايه في السنان؟ ممكن يعمل لي وايدنج في البي دي ال سبيس او لوس لللامينا ديورا حوالين السنان. وناخد بالنا البي دي ال سبيس لو حصل له وايدنج ممكن يحصل نوعين من الوايدنج، يا اما ريجولار او ايفن وايدنج، ودي ممكن نشوفها في حالات الاورثو مثلا او البريدونتال ديزيز. لكن اخد بالي برضو ان لو الوايدنج في البي دي ال سبيس ده الريجولار وجنرالايزد وحصل معايا ديستراكشن لللامينا ديورا ابتدي اقلق ان ممكن يكون دي حاجه مالجننت ليجنز. قلت ممكن يحصل لوس لللامينا ديورا زي ما بيحصل في حالات البريبيكال ابسس مثلا، ممكن يحصل روت ريزوربشن، روت ريزوربشن بيبقى كومن في حالات الكرونيك انفكشن وحالات البناين تيومرز، ممكن يحصل توز ديسبليسمنت الليجن يبتدي يكبر يكبر ويعمل اكسبانشن ويزقل السنه زي ما زي المولر ده
ان ابورد دايركشن لما اوصله لغايه الكوندايل كده فوق ممكن يعمل لي روت دايفرجنس، تبتدي يجي ما بين الروس بتاعت السنان ويزقها كده ويبعدها عن بعض، او يمنع لي السنه ان يحصل لها ايربشن زي ما انا شايف في الاوكلوزال راديوجراف ده. في اودونتوم جاي ريليتد للابر انتيرور اريا منع لي الكناين ده ان هو يحصل له ايربشن. طيب التاثير على البون ممكن يحصل ايه في البون؟ ممكن يحصل بون اكسبانشن سواء بكال او لينجوال، والبون اكسبانشن ده ممكن يفضل يزيد لغايه ما يعمل لي ثيننج في الكورتكس. ممكن يحصل ايروجن او بيرفوريشن في البون، وده ممكن نشوفه في حالات المالجنت وحالات الانفكشن. ممكن يحصل ديسبليسمنت للكورتكس اوف كانيل زي ما انا شايف ليجن هنا سيستيك ليجن او اورديلوسنت ليجن ريليتد للور بوستير اريا وعمل لي ديسبليسمنت للمانديبولار كانيل ان داونورد دايركشن، يبقى ده افكت على الفايتال ستراكشرز. برضو من الافكت على الفايتال ستراكشر ممكن الاقي فيه ليجن جاي لي عند الماكسيلاري ساينس، عمل لي اوبليتريشن للماكسيلاري ساينس. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن اللوكيشن، في اللوكيشن قلنا السايت والسايز، وكلمنا عن الشيب والبريفري، وقلنا الليجن بتاعي ممكن يبقى ويل ديفاين ممكن يبقى ايل ديفاين، وكلمنا عن الانترنال ستراكشر والافكت على السراوندنج ستراكشر. في حاجه ممكن تفيدني ان انا اوصل للدياجنوز، التايم اوف ليجن، اديني انفورميشن اباوت ذا نيتشر اند ريت اوف جروث اوف ذا ليجن. لو ليجن بقى له فتره طويله سلولي جروينج ليجنز والعين جاي ما بيشتكيش من حاجه، وعملت اكس راي مثلا لقيت ليجن حجمه كبير والعين ده ما بيشتكيش من حاجه خالص، والليجن ده ويل ديفاين في الاكس راي، يبقى ابتدي افكر في حاجه بناين سلولي جروينج بناين ليجن، بياخد وقت طويل عقبال ما يكبر. طيب لو جه عيان بيشتكي من بين وقال البين ده بقى له فتره قريبه جدا وعملت اكس راي لقيت ان في ريجولار بون ديستراكشن والليجن ده بقى له وقت قليل، يبقى ده بيديني انفورميشن عن البيهافير بتاع الليجن ده ان دي حاجه اجريسيف وحاجه ممكن تكون مالجنانت. يبقى ده كلمه التايم اوف ليجن لو انا عارفه ممكن يساعدني شويه ان انا اوصل للدياجنوز. طيب اخر حاجه بنبتدي نقول عشان اعمل دياجنوز محتاج يبقى عندي هيستوري اخده من العيان، عندي العيان اعمل له كلينيكال اكزامينشن، واعمل سبيشال انفستيجيشنز اللي هي منها الاكس راي عشان ابتدي اوصل للدياجنوز. هنلاقي عندنا في الكتاب في كام جدول كده فيهم تقسيمه للبوني ليجنز، الريديلوسنت ليجنز بيتقسموا لبري ابيكال بري كورونال وانتراديكولار سوليت ريسيست لايك ومالتي لوكلر والديفاين وجنرايز ريفاكشن. الريديوبيك ليجن برضو بنقسمهم لبري ابيكال ونوت كونتاكتنج التيس وجنرايز ريديوباسي، والميكسد بنقسمه برضو الى بري ابيكال ميكسد ليجنز وبري كورونال ونوت كونتاكتنج التيس. كل الكلام ده اللي هناخده بالتفصيل فالجدول ده مش شرط ان احنا نحفظه دلوقتي، دي الليجنز اللي هناخدها ان شاء الله بالان ديتيلز والكرايتيريا والكاركترستيك فيتشرز بتاعت كل ليجن في الكام محاضره اللي جايين. اتمنى ان انتوا تكونوا يعني استفدتوا شويه من الشرح ده، وان شاء الله نقرا من الكتاب ونبص على الكتاب، وبرده اللي مش فاهم اي حاجه هنحاول باذن الله نتواصل مع بعض. ثانك يو يا دكاتره.